صباح الخير. الموضوع اقتراح من الدكتور يعقوب مشكور من عن الأخوة، خاصة المتجمعين البارحة في كلية الطب البيطري القاسم الخضراء، وما ماكو مانع انه احنا حاضرين لخدمتهم الأخوة والزملاء والأطباء البيطريين والأخصائيين والطلبة. الموضوع أول سؤال كان عن موضوع الإصابات في الأطراف بالنسبة للخيل. المعروف أن الخيل لها أربعة أطراف، كل طرفين الأمامي يرفع 50% من وزن الجسم، والخلفيتين ترفع 50% من وزن الجسم، ولكن أين يذهب وزن الرأس والرقبة؟ إذن تغيرت المعادلة، صارت الأطراف الأمامية تتعرض أو ترفع 65% من وزن الحصان، والأطراف الخلفية ترفع 35% من وزن الحصان. اتفقنا؟ بما أن الوزن أعلى، زائدا عمل الأطراف الأمامية هو امتصاص الصدمة، وعمل الأطراف الخلفية هو دفع جسم الحصان إلى الأمام. يعني الماكينة مالت السيارة بالخلف، ماكينة مال الخيل عند منطقة الكفل بالأطراف الخلفية تنطي دفع للحصان، لكن المشكلة وين؟ امتصاص الصدمة يصير بالأطراف الأمامية. ليش؟ الكتلة في السرعة، هذه وزن الحصان في سرعته شو يساوي لنا؟ يساوي القوة اللي تضرب بيها الأطراف الأمامية على الأرض. من تضرب على الأرض لكل فعل رد فعل مساوي له بالقوة معاكسة وبالاتجاه. أطراف الأمامية تضرب على الأرض بقوة فرضا طن، الرد الفعل الأرض تضربه بطن. إن كان تكوين الأطراف الأمامية صحيح، راح يصل هذه القوة إلى لوح الكتف تساوي صفر. ليش؟ لأن تمتصها ابتداء الحافر اللي هو نعتبره صلد، هو الحقيقة مرن ويتكون من خلايا حلزونية تساهم في امتصاص الصدمة، النسر مركبات الحافر، ثانيا الميلان في منطقة الفتل جوين، منطقة مفصل المعقم أو الرمانة، هذا الميلان يقسم القوة إلى قسمين، قسم تروح للفاضي هواء، وقسم تروح تمتد إلى الرجل، وكذلك ميلان الكتف. المهم هذه الصدمة تمتص من قبل الأطراف الأمامية، لذلك تتعرض الأطراف الأمامية إلى الإصابات أكثر من الأطراف الخلفية. 80-90% من الإصابات بالأطراف هي بالأطراف الأمامية. النوب بالأطراف الأمامية 80-90% الإصابات بالجزء السفلي من الطرف، من الركبة اللي هي الني جوين نزولا من الكاربال بون. شلون هذه؟ ليش هيجي؟ ليش يصير هكذا؟ لأن المتعرض الأول أو اللي للأرض أو الامتصاص الصدمة هو الحافر، لذلك يتعرض لإصابات الحافر بكثرة، وإصابات النافيكولار بون العظم الزورقي في داخل الحافر بالجزء الخلفي للمفصل الكفني بين السلامية الثانية والثالثة. بعدين الفتل جوينت مفصل الرمانة أو المعقم، هذا المفصل يتكون من أربعة عظام، عظمين رئيسيين، العظم المشطي الثالث والسلامية الأولى، وخلفها البروكسيمال سيسمويد بون العظام السمسمانية العليا. هذا المفصل يتعرض دائما إلى إصابة يسموها ديجنراتيف أرثرايتس، التهاب المفصل الإنكازي. ليش؟ لأن الصدمة هو اللي تأثر عليه ويمتصها، لذلك يجب أن نفكر بإدامة هذا المفصل اللي يتعرض للإصابات الكثيرة. ثانيا العظم المشط الثالث يتعرض للإصابات سواء من الأمام اللي بيها البريوستيوم، وحالة يسموها السورشن، خاصة الخيل الفتية اللي احنا ندربها تدريب قبل أوانها فتتعرض للإصابة يسموها السورشن، وبالشعبي يسموها السورسينج أو السورسرينج. وخلف العظم المشط الثالث تجي
الأوتار القابضة، الأوتار القابضة superficial flexor tendon و deep digital flexor tendon، هذه المجموعة من الأوتار تتعرض للإصابات، لأن أيضا يكون الضغط عليها سواء التهاب الوتر أو التهاب الوتر وغمد الوتر، لأنه بالوتر أو مجموعة الأوتار في الثلث العلوي يكون الأوتار مغطاة بغطاء الوتر، والثلث الوسطي عاري فقط مغطى بغشاء بسيط يسموه غشاء الوتر، والثلث السفلي مغطى بغطاء الوتر لذلك يتعرض. خلفها يجي منه suspensory ligament، هذه الأربطة أو الرباط المعلق اللي يبدي من أعلى أو خلف مفصل الركبة وينتهي إلى الأسفل، ولأنه يرفع مفصل المعقم أيضا يتعرض للإصابات الكثيرة، كذلك مفصل الني جوينت، كذلك ارتفاعا قد نصل إلى إصابات الكتف. هنا أنبهكم أخواني الأعزاء أن لا تخلي المالك يسوقك، أنت القائد، أنت بالعلم، أنت اللي تقرر بعد أن تشوف تأخذ تاريخ الحالة من المالك أو المدرب أو السايس بشكل دقيق وتختار الأشياء المعقولة، لأنه مو كل اللي يطرحوه صحيح. يجي وقال لك دكتور هذا الكتف مصاب، انت لا مشي اسمع اصغي كن صاغي، لكن لا تاخذها كقرار، افحص. ليش؟ لانه نادرا ما يصاب الكتف بهذه بالنسب اللي ذكرناها، ولكن انت افحص جيدا وشوف الكتف اذا به تمزق او الم، لان الكتف كما تعرفون ليس هناك مفصل حقيقي بين الكتف أو لوح الكتف وجدار الصدر، بل هناك رابط أنسجة أوتار أربطة أنسجة رابطة، هاي كلها اللي تخلي لوح الكتف يتحرك أمام وخلف وقليلا إلى الخارج والداخل، هذا المفصل اللي قد يصاب بتمزق في حالة الانزلاق. إذن يجب أن نفحص جيدا بكل الطرق وخاصة فحص الألم ثم نقرر أين الإصابة، فأنت صاحب القرار. شكراً.